الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطاهرين الغر الميامين وعلى صحابته الراشدين الهداة المهديين وعلى من سار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره وسلك مسلكه إلى يوم الدين. الحمد لله على كل حال، وأعوذ به من أحوال أهل الضلال، وأسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الحال والمال والمآل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له ولا معبود سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، وعلى من سار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره وسلك مسلكه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الآباء، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه اللحظات اليسيرة التي أسأل من الله عز وجل لي ولكم خيرها، وأستعذ به سبحانه وتعالى من شرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، أتحدث إلى آبائي وإخواني بموعظة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. نعلم يقينا عباد الله أن الله عز وجل خلقنا لعبادته وأوجدنا لذلك وأمرنا بها سبحانه وتعالى ونهانا عن معصيته، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. هذا الأمر الذي بينه الله عز وجل، وهو العبادة والغاية والهدف الذي أوجدنا الله عز وجل فيه له ومن أجله، لا بد أن نكد له الليل والنهار حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. كذلك فقد نهانا جل وعلا عن معصيته، وهي تناقض العبادة، ولا يزال العبد مبتعدا عن عبادة الله عز وجل، كما أسلف الشيخ حسين وفقه الله عز وجل في مقدمته، حيث بين أن العبد إن لم يكن في طاعة فلربما وقع في معصية. فنحن عباد الله إن لم نقم بالطاعة لربما فرغت الأوقات وذهب بالعبد إلى الذنوب والمعاصي والزلات، حينئذ ففي هذه اللحظات أحببت أن أقف معكم وقفات حول ذنوب الخلوات، سبع وقفات مع ذنوب الخلوات. الوقفة الأولى تعريف الخلوة، ويقال الخلوة. الثانية حكمها. الثالثة أحوال الناس في الخلوات. الرابعة ما الحامل على ذنوب الخلوات. الخامسة
آثار ذنوب الخلوات. السادسة العلاج. السابعة نماذج من العلاج لمن استخدمها في حياته. ما هي الخلوة عباد الله؟ عرفها الجرجاني رحمه الله في كتابه التعريفات، وعرفها غيره، وخلاصة ما قالوا: ما عمل في السر حيث لا أحد، ما عمل في السر حيث لا أحد، فأي عمل يعمل في السر هذه خلوة. نعم عباد الله. وقال العلامة الألباني رحمه الله: ولا يعني ذلك أن الخلوة لا بد أن تكون بعيدا عن أعين الناس، وإنما هي أن يعمل العبد الذنب حيثما صفى له وحيثما قدر عليه، وإن كان ينظر إليه الناس. إذن عباد الله، فهذه هي الخلوة، أن يعمل العبد الذنب حيث لا أحد. فما معنى إذن ذنوب الخلوات؟ ذنوب الخلوات هي المعاصي والسيئات التي يعملها العبد في خلواته وسره حيث لا يطلع عليه أحد من الناس. هذه ذنوب الخلوات. يعمل العبد الذنب والمعصية حيث لا يراه أحد، في سره، في باطنه، يظن حينئذ ألا يراه أحد. ذنوب الخلوات عباد الله، نستطيع أن نعرف الذنب في الخلوة وأن نميزه، بحيث أن العبد يعرف أنه مذنب في الخلوة أو لا، فهنالك ميزان ومقياس جعله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يزن العبد خلواته، يزن العبد السر الذي لا يكون معه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. يعرف العبد هل هو مذنب في الخلوات أم أنه مطيع. هذا المقياس وهذا الميزان ما ثبت من حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم سئل منه، أي من النواس، قال: يا رسول الله، ما البر وما الإثم؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا حاك في نفسك وتحرك وكرهت أن يطلع عليه الناس فذلك إثم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم لهذا الحديث، قال: حاك في صدرك، أي تحرك وضرب في صدرك، علمت أنك أخطأت، ثم إذا حضر الناس كرهت أن يطلعوا على ذلك. وقال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى: يبين ما معنى حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال: هو الذي يوجد في العبد الاضطراب والقلق وعدم الراحة
وعدم انشراح الصدر لفعل ذلكم الذنب. فإذا لم ينشرح صدرك ولم تطمئن نفسك لهذا الفعل فاعلم أنه ذنب، ينبغي عليك أن تتحرز منه. فهذا هو المقياس لذنوب الخلوات والزلات. الوقفة الثانية: ما حكم ذنوب الخلوات؟ ذنوب الخلوات عباد الله، إذا أظهر العبد صالح عمله وتزين بزي الصالحين وهتك الستر فيما بينه وبين الله، ولو كانت من صغائر الذنوب فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، نعم أيها الناس. قال الإمام الهيثمي رحمه الله تعالى في كتابه الزواجر عن ارتكاب الكبائر: الكبيرة 56 بعد 300، أن يظهر العبد زي الصالحين ويعصي الله في السر. هذا معنى قوله رحمه الله، يبين أن التزيي بزي الصالحين والظهور بالصلاح أمام الناس ثم يهتك العبد ما بينه وبين رب الناس فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهي بحسبها قد تكون كفرا أو معصية أو غير ذلك. فإن كانت من الصغائر فأقل ما تكون أنها كبيرة. هكذا عباد الله. إذن فذنوب الخلوات، من الكبائر وإن كانت صغائر. أيها المؤمنون، أحوال الناس في الخلوات، وهذه هي الوقفة الثالثة، أحوال الناس في الخلوات، أنا وأنت وهو وهي وهم وهن، الكل لنا أحوال إذا اختلينا عن أنظار الناس. الحالة الأولى أن يكون العبد في سره كعلانيته وفي خلوته كجلوته. الثانية أن يكون في سره، يكون خيرا من علانيته، وفي خلوته يكون خيرا من جلوته، ويكون العبد في جلوته في سره خيرا أو في خلوته خيرا من جلوته. وهذان الحالان كاملان وأحدهما أكمل من الآخر. أن يكون العبد في سره خيرا من علانيته وفي خلوته خيرا من جلوته، هذا أكمل الأحوال، والأول كامل أيضا، والحديث لا نتحدث عن هذا. فهؤلاء هم السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، وهؤلاء هم أصحاب اليمين. نعم عباد الله، وحديثنا إنما هو عن الصنف الثالث وعن الحال الثالث، أن يكون العبد
في علانيته شرا من خلوته، يكون العبد في جلوته أمام الناس شرا من سره وخلوته. فإذا كانت الخلوة شرا، إذا كانت الخلوة شرا من العلانية، فحينئذ هذا الحديث الذي يترتب عليه الكلام، وهذا هو الحال الثالث للناس، وأغلب الناس في هذا الحال، أن يكون السر شرا من العلانية والخلوة شرا من الجلوة. فإذا كان الناس كذلك، حينئذ لربما ترتبت عليهم العقابات من قبل رب الأرض والسماوات، ونزلت بهم الآفات وهم لا يشعرون. وما يصل الناس إلى ما وصلوا إليه من سوء الحال والمال ومن سوء الأخلاق والفعال إلا لما أضمروا فيما بينهم وبين الله جل وعلا، وأظهروا صالح العمل فيما بينهم وبين الناس، إلا لأنهم جملوا الظاهر، إلا لأنهم جملوا الظاهر وخربوا الباطن. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ليتق الله العبد أن يكون عدوا لله في السر، وليا لله في العلانية. ففي السر يكون من أعداء الله، وفي العلانية من أولياء الله. يظهر صالح العمل ويظلم السيئة من العمل. هذا الحال المزري الذي ينبغي علينا أن نتنبه له وأن نتجنب منه. أيها الناس، الوقفة الرابعة: ما الحامل لهم على أنهم يذنبوا في الخلوات ويظهروا العمل الصالح أمام الناس؟ ما الذي حملهم على هذا؟ إن المحامل التي تحمل الناس على فعل هذه الذنوب والمعاصي والسيئات ثلاثة فيما أعلم، لا رابع لها. أما الأول، أن يظن العبد أن الله عز وجل لم يره، أن يظن العبد أن الله عز وجل لم يره، فإذا اختفى عن الرائين ظن أن الملك القوي العزيز الجبار الرقيب الحسيب الخبير العليم القدير المحيط لم يره، فصفى له الذنب والمعصية، صفى له الذنب ظنا منه أن الله لم يطلع على سيء عمله. ولو اطلع عليه أحد من الناس لخاف وارتعب. نعم عباد الله، هذا الحال الأول والحامل الأول الذي حمل الناس على ذنوب الخلوات، والله عز وجل يجيب هؤلاء ويقول لهم: ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال جل وعلا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال جل وعلا: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم
وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم هؤلاء ماذا فعلوا؟ ذنبهم يلمزون، رأيتم الخلوة فيسخرون منهم، سخر الله منهم. نعم عباد الله، فمن ظن أن الله عز وجل لم يره ينبغي عليه أن يستشعر أن الله الذي شق سمعه وبصره وأحياه وسيميته سبحانه وتعالى ويحاسبه ويجازيه، وسيأتي الدواء بإذن الله جل وعلا. أيها المؤمنون، هذا الحامل الأول، الحامل على ذنوب الخلوات، أن يعلم العبد أن الله لم يره. أما الثاني، أن يستخف العبد بنظر الله فيجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه، يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه. وهذا أمر خطر، أمر جلل، أن العبد يصل إلى هذا. لو اعتقد هذا خرج من الإسلام، ولو استخف بنظر الله عز وجل استخفاف المعتقد والأول كذلك. ولكن يأتي الحامل الثالث. إذن فالحامل الثاني أن يظن العبد أن الله سبحانه وتعالى، أن يستخف العبد بنظر الله عز وجل إليه، فحينئذ إذا خلا في الخلوات والسرائر والزلات وظلمات الليالي والأماكن التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، أو إذا سافر من بلده وإن كان أمام الناس وقد سافر وخلا ممن يعرفونه إلى من لم يعرفونه، فحينئذ يقع في الذنوب والمعاصي والزلات. فهذا الحامل ينبغي على العبد أن يتنبه له، فهو إما واقع في الأول أم في الثاني. قال الله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بيت ذنوب ومعاصي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، واستخفوا بنظر الله عز وجل إليهم، وظنوا أن الله عز وجل لم يطلع عليهم. فحينئذ ينبغي عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه الحال المزرية. الحامل الثالث للذنوب في الخلوات أن يقع العبد في الغفلة والسهو ولا يتيقظ ولا يتنبه، التي قال فيها الراغب رحمه الله: والغفلة هي قلة التحفظ والتيقظ، فيكون العبد في حال يغفل عن الله عز وجل ويغلب عليه الهوى ويوسوس له الشيطان وينسيه ذكر ربه سبحانه وتعالى وينسيه اطلاع الله عز وجل عليه، فيصفو له الذنب وهو في غفلة، فإن تذكر رجع وإلا وقع في الذنب والمعصية.
إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فالشيطان والغفلة التي تعتري الإنسان والسهو الذي يعتريه من قلة التحفظ والتيقظ هذه كلها توقع العبد في الذنوب والمعاصي والزلات وخاصة في الخلوات. لذلك عباد الله ينبغي أن نستشعر هذه الحوامل الثلاثة وأن نجعل أنفسنا أمامها، ما الذي حملنا على أننا عصينا الله سبحانه وتعالى في هذه المواطن التي استخفينا عن أعين الناس ولم نستخف عن عين الله سبحانه وتعالى. الحوامل لذنوب الخلوات والذنوب والمعاصي والسيئات كلها عظيمة، ينبغي أن نتجنب ذلك. أيها المؤمنون، الوقفة الآتية ما هي الآثار التي يجنيها العبد ويكتسبها وتؤثر عليه إذا عصى ربه سبحانه وتعالى في الخلوات؟ إن العبد يجني آثارا سيئة ويجني عواقب وخيمة لا تحمد لا في دنيا ولا في أخرى إذا كان هذا حاله وإذا كان هذا مآله وإذا استمر على الذنوب والمعاصي. فمما يجنيه العبد أيها الناس أنه يجني الخسران العظيم وذهاب الحسنات التي جمعها وكدسها لأنه عصى ربه سبحانه وتعالى في الباطن وأطاعه في الظاهر فجمع ما جمع، فجاء الباطن جرف الظاهر حتى ذهب فلم يبق الله عز وجل له حسنة. ثبت في سنن ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا أعلم أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله عنه: يا رسول الله جلهم لنا حتى لا نقع فيما وقعوا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هم من جلدتنا لهم من الليل ما لكم. تنبهوا معي حفظكم الله إلى قوله عليه الصلاة والسلام: بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء. هذه ما جاءت من فراغ، هذه عملوا فيها الأعمال الصالحة، أقاموا الليالي، صاموا النهار، ذكروا الله عز وجل، قرأوا القرآن، لربما تعلموا العلم ولكنهم لم ينتفعوا به، فعلوا الأعمال الصالحة فيما يظهر للناس. نعم عباد الله، فجمعوا حسنات كأمثال الجبال تهامة بيضاء، ثم يأتي الباطن يجرفها ويذهب بها، فحينئذ لا تثبت له حسنة بين يدي ربه جل وعلا. تخيل وهو ينظر إلى جبل من الحسنات، ينظر إلى جبل وينادي: حسناتي، صلاتي، حجي، عمرتي، ذكري لربي، قرآني، ينادي هذه الأشياء وقد ذهبت من بين يديه، لم يستفد منها ولم تكن حاملة له على النجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، يجعلها الله هباء منثورا.
قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن عدى ما عملوا من الأعمال الصالحة من قيام وصيام وغير ذلك، قال إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا هو السر، هذه هي الفاجعة، هذا هو الخوف، هذا هو العذاب المؤلم الذي سيصل العبد إليه إذا لم يتق الله عز وجل في خلواته كما اتقى ربه في جلواته. نعم يا عباد الله، إذن فهذا أثر كبير وبالغ ينبغي علينا أن نتنبه، لأن الحسنات ستزول وستذهب. ومن العواقب التي يصل إليها العبد، ومن الآثار التي يصل إليها العبد إذا فعل الذنوب في الخلوات وعصى ربه سبحانه وتعالى فيما بينه وبينه، يغضب الله عز وجل عليه، يغضب الله عز وجل عليه، وينتقم الله عز وجل منه. ولا يزال الله عز وجل يستره ويستره ويستره حتى يغضب عليه ثم يفضحه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم. كذلك يبغضه الله عز وجل، فلا يبقى له عند ربه وزن، لا يبقى له وزن عند الله عز وجل، لذلك يبغضه الله. وينادي ربنا عز وجل في أهل السماء بأن يبغضوه، ويجعل الله عز وجل قلوب الناس تلعنه وهو لا يشعر، وتبغضه قلوب الناس. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، وهذا رفض مسلم، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. وإذا أبغض الله فلانا من الناس نادى الله عز وجل جبريل يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه الله سبحانه وتعالى. ثم ينادي جبريل في أهل السماء ثم فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيبغضه أهل السماء، ثم لا يبقى له قبول في الأرض بل يبغضه أهل الأرض. حينئذ عباد الله جنى العبد على نفسه هذا، لأنه أسر السيئة فيما بينه وبين الله، فكانت الجناية من جنس عمله. نعم عباد الله، ومن آثار الذنوب والمعاصي والزلات التي يفعلها الناس بالخلوات أن العبد لا تيسر له الخاتمة الحسنة، بل حينئذ ييسر للعسرى. فسوء الخاتمة من أسباب الذنوب والمعاصي في الزلات. إذا أذنب العبد في الزلات وإذا أذنب العبد في الخلوات ساءت خاتمته عباد الله. فحينئذ يقدم على ربه عز وجل بخاتمة سيئة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود، كذلك من حديث سهل بن سعد وعن غيرهما من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليعمل العمل الصالح تنبه حفظك الله
إن العبد ليعمل العمل الصالح فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس أنه عمل صالح. نعم هذا الظاهر. قال وإنه من أهل النار، وإنه من أهل النار. وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. والسبب في هذه الحال قالها ابن رجب رحمه الله تعالى، قال وهذا لأن في قلبه دسيسة أظهرت سيئ عمله، في قلبه دسيسة أي هنالك ذنوب خلوات أظهرت سيئ العمل، فحينئذ ساءت الخاتمة يا عباد الله. آثار ذنوب الخلوات كثيرة، من هذه الآثار أن الله عز وجل يظهرها على الناس، يظهر الذنوب والمعاصي التي كتمتها مع الأيام تظهر على الناس. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أسر عبد سريرة إلا ألبسها الله عز وجل رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهكذا قال عثمان رضي الله عنه ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل مع الزمان، أظهرها الله عز وجل مع الزمان على قسمات وجهه وفي فلتات لسانه، تظهر الذنوب للناس. نعم يا عباد الله، ولا يزال العبد يذنب إلا في خلواته، إلا ظهرت هذه الذنوب والمعاصي، وحينئذ يحرم العبد الخير، يحرم العبد الخير الذي يجنيه من الطاعات التي يكتسبها. أيها الإخوة الفضلاء، آثار ذنوب الخلوات كثيرة، ومن تلك الآثار أنها تنزع الحياء والستر فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فحينئذ يبقى العبد، يبقى العبد كشجرة بلا لحاء. نعم أيها الناس، ولذلك إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. إذا وجد العبد وأصبح وجهه سوادا بلا حياء تقلب في الأمور والذنوب والمعاصي كما يشاء، يتقلب في الذنوب وفي المعاصي إذا كما يشاء. أيها الإخوة الفضلاء، هذه آثار عظيمة يجنيها العبد من الذنوب والمعاصي التي تكون في خلواته وفي ظلمات الليالي وحيث لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. والآثار كثيرة، اقتصرت على هذا. وإن مما ينبغي أن يعلم أنه إذا ظهرت الأسباب، إذا ظهرت الأسباب التي يفعل العبد بها الذنوب والمعاصي، وحينئذ يحتاج العبد إلى أن يداوي هذه الأسباب ويحتاج إلى العلاج. فما هو الدواء الذي يمكن أن نستخدمه من أجل أننا نتقي الله عز وجل في خلواتنا وفي جلواتنا، في سرنا وفي علانيتنا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا؟ الدواء الأول، الدواء الأول أن يعرف العبد ربه الذي خلقه والذي شق سمعه وبصره، وأن يعظمه ويقدره حق قدره. فمن قدر الله عز وجل حق قدره وعلمه حق العلم وعرفه حق المعرفة، حينئذ ترفع أن يعصيه فيما بينه وبينه.
قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه مبينا هذه الحقيقة العظيمة في قدر الله عز وجل إذا وصل إلى قلوب الناس، كيف يعظم الناس ربهم، وكيف يكون العبد إذا لم يعظم ربه جل وعلا. قال الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لو قدر الله عز وجل لما عصي سبحانه وتعالى، كيف يعصي العبد ربه وقد عرفه؟ إن الذي يعصي الله جاهل لا يعرف ربه سبحانه وتعالى، العاصي لربه يجهل ربه سبحانه وتعالى ولن يعرف حق المعرفة. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ينبغي أن نعرف الله حق المعرفة وأن نتقيه حق التقوى. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أخي الحبيب خذها من مجرب، إن من قدر ربه عز وجل وعظمه عظمه إن من قدر ربه عز وجل وعظمه عظم قدره عند ربه سبحانه وتعالى. قال: ولقد رأينا أناسا أخذوا من العلم ما أخذوا حتى إذا طعن فيهم السن تجرأوا فعصوا الله عز وجل فهانوا في أنظار الناس ولقد رأينا أناسا ليس لهم من العلم اتساع كما سبق للأول، إلا أن لهم سرائر فيما بينهم وبين الله عز وجل من الطاعات، فرفع الله عز وجل قدرهم وأحيا ذكرهم. الله عز وجل يقول لي ولك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ما الذي حملك على هذا؟ ما الذي خدعك بربك سبحانه وتعالى حتى عصيته؟ يقول الله جل وعلا: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. أي لم يفعل العبد ما أمره الله سبحانه وتعالى، لذلك قال: قتل الإنسان ما أكفره. فيا أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو الدواء الأول، أن يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى. الدواء الثاني تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وأن يجعل العبد فيما بينه وبين الذنوب والمعاصي حاجزا. نعم، وهي التقوى. قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين جل وعلا حقيقة هذه التقوى التي ينبغي علينا أننا نتشبث بها وأننا نعمل بها حتى نصل إلى أن نخشاه جل جلاله وتقدست أسماؤه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن،
فينبغي على العبد أن يتقي ربه جل وعلا في خلواته وفي سرائره وفي جهره وفي علانيته، فإذا اتقى العبد ربه سبحانه وتعالى نجا. ومن ما ينبغي علينا أن نتداوى به أن نربي أنفسنا على مراقبة الله سبحانه وتعالى، القائل جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. والقائل سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فكل عمل يخوض العبد ويعمله الله عز وجل مطلع على سرائر هذا العمل وما أجر العبد منه. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وهو السميع البصير. ومما ينبغي علينا أن نتداوى به أن نعبد الله عز وجل بمقتضى أسمائه وصفاته، فإن من أسمائه جل وعلا السميع البصير الحسيب الرقيب العليم المحيط. هذه أسماء، السميع البصير، هذه أسماء تحملنا على أننا نراقبه جل وعلا. هكذا ينبغي علينا أن نستشعر هذه المعاني وأن نتداوى بها. ومما يتداوى العبد به أن يستحي من الله عز وجل حق الحياء، فقد ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. فينبغي أن نستحيي منه جل جلاله وتقدست أسماؤه، وأن لا يجعل العبد نظر الله عز وجل هو أهون الناظرين إليه. وقد سئل أحد أسلافنا: كيف يستطيع العبد أن يتعالج من النظر إلى الحرام؟ وهذا من ذنوب الخلوات التي يقع العبد فيها. قال: بعلمه أن نظر الخالق إليه أسبق من نظره إلى المخلوق. قد نظر إليه قبل أن تنظر، قد اطلع عليه سبحانه وتعالى قبل أن تعمل، فما نظرت إلا وقد نظر جل جلاله وتقدست أسماؤه. نعم أيها الإخوة الفضلاء، فهذه أدوية نتداوى بها وعلاجات نتعالج بها، لعل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. وهنالك من الناس من تداوى بها، وهنالك نماذج فعلا وصلوا إلى مثل هذه الأدوية، عرفوا ربهم فقدروه وعظموه سبحانه وتعالى واتقوه حق التقوى، فحينئذ أطاعوه في السر وفي العلانية. ومن تلك النماذج، وهذه هي الوقفة السابعة، ومن تلك النماذج يوسف نبي الله صلى الله عليه وسلم. يوسف نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم توفرت له الخلوة ما لا تتوفر لغيره، وأسباب الذنب والمعصية ما لم تتوفر لغيره، إلا أنه نجا لما سمعتم من الأسباب التي تستخدم للعبد فحينئذ ينجو بإذن الله عز وجل. كان عزبا، وكان حينئذ عبدا، وكان في بيت الملك، وكان غريبا، وحينئذ توفرت له الأسباب، فهي التي أغلقت الأبواب وأمنت الطرق، فلا يصل داخل إلى ذلكم المكان. ثم أعدت نفسها وهيأت نفسها وهي الطالبة وليس هو الطالب. نعم يا عباد الله، إلا أنه نجا
وتخيل هذا الكلام حين تأتي امرأة ذات منصب وجمال وفي مثل هذه الخلوة العظيمة التي يسرت وهي تقول له هيت لك، أي هيأت نفسي لك وهيأت هذه الأسباب من أجلك، حينئذ ينتفض العارف بربه سبحانه وتعالى الخائف من الله جل وعلا بهذه الكلمات التي خلدت في كتاب الله جل وعلا. قال معاذ الله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي. أيها الإخوة الفضلاء، من ينجو في مثل هذا المكان؟ من ينجو إلا من وفقه الله جل وعلا؟ بل في أهون من هذه الأماكن إلا من وفق للنجاة من قبل الله سبحانه وتعالى. المثال الثاني ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وانظروا إلى هذه الأصناف، منهم ما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. ومنهم، أي من هؤلاء السبعة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. هذا هو السر، نعم يا عباد الله، حتى لا تعلم، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أخفاها. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا لم يتجرع على ربه في الخلوة وإنما فاضت عيناه، عرف ربه فقدره وعظمه. هكذا أيها الناس، نعم أيها الإخوة الفضلاء. ومن الأمثلة التي بيّنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت في الغار إلا أنهم نجوا لما سألوا الله عز وجل بصالح أعمالهم، فقال قائلهم حينئذ: لا ينجيكم من هذا المكان إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم، فنجوا بإذن الله عز وجل. ومن هؤلاء، ومن هؤلاء الثلاثة، ورجل وهو الثاني قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وألمت بها سنة من السنين، فلما جاءت ومنعتها حتى مكنتني من نفسها. ولما قدر عليها هذا الرجل وكان بين شعبها، كما يقع الرجل من زوجته، ما الذي حمله على أنه ينتفض؟ هذه الكلمة العظيمة: اتق الله. هذا سبب من أسباب النجاة، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانتفض عنها وقام، فانتفض عنها وقام، وقد قدر، وقد قدر على الفعل، إلا أنه خاف ربه سبحانه وتعالى. وكذلك صاحب الأجير، وكذلك الأول أيضا عمل أعمال من طاعة الوالدين في الخلوات وحينئذ نجاه الله عز وجل. والثالث صاحب الأجير، صاحب الأجير الذي كان قادرا على أنه، كان قادرا على أنه يخفي تلك الأجرة ويكتسبها لنفسه، إلا أنه أعطاها صاحبها، أعطاها صاحبها ونجوا. تخيلوا أيها الفضلاء، ساعة
صخرة تتحرك وهم ينظرون، صخرة تتحرك وهم ينظرون. وحينئذ نجوا بهذه الأعمال الصالحة التي عملوها في الخلوات. أيها الإخوة الفضلاء، لا ننسى أيضا الدعاء، فهو سبيل من سبل النجاة. وندعو كدعاء الغريق، لأننا عصينا كمعصية الخالي البعيد عن نظر ربه في ظن الظان. فلا بد أن ندعو ربنا كدعوة الغريق في البحر لأن ينجو. ندعوه جل وعلا أن ينجينا من الذنوب والمعاصي والزلات. وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو بهذا الدعاء العظيم، كما ثبت في حديث السائب بن يزيد في سنن النسائي أن نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم كان يقول: وأسألك خشيتك، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. من القائل؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسأل الله أن يتقيه إذا غاب، وأن يتقيه إذا حضر أمام الناس. فكيف بحالي وحالك أيها الإخوة الفضلاء؟ وقفت أمامكم قائلا هذه الكلمات: إي والله والذي شق سمعي وبصري أنني أريدها لنفسي قبل أن تكون لكم، ناصحا لنفسي قبل أن أنصحكم، لأن كلنا له خطأ. ومن نظر إلى زلاته وظلمات لياليه وأخطائه التي يفعلها يستحيي أن يتكلم بمثل هذا الكلام، حتى لا ينقت من قبل الله جل وعلا القائل: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. كان يقول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كما ذكر ابن كثير عنه: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تكاثرت ذنوب على آثارهن ذنوب، لهونا لعمر الله حتى تكاثرت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب، ويأذن في توباتنا فنتوب. قيل للإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ قال عبد الوهاب الوراق: قيل ليس له اتساع في العلم، قال عنده أصل العلم خشية الله. وجاء بلفظ آخر: إنه رجل صالح ومثله يوفق لإصابة الحق، إنه رجل صالح ومثله يوفق لإصابة الحق. إذا ما خلوت الدهر كان الإمام أحمد يتعمد الخلوة،
ثم يقودها ويبكي بكاء شديدا، يتعمد الخلوة ثم يقودها ويبكي بكاء شديدا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة والسر والعلانية والخلوة والجلوة، يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا ما تكره وتسخط، يا حي يا قيوم، يا من أنت على كل شيء قدير. ولا أنسى في الأخير أن أشكر شيخنا عبد العزيز وفقه الله عز وجل لما يحب ويرضى، حيث ما يقوم به لما يقوم به من تعليم أبناء المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى كل خير، ومن يكون معه في هذه الدار المباركة القائمة بتعليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وأمن يمن الإيمان والحكمة، وارفع عنها السوء والضر والاعتداء والنقمة. اللهم وارفع عنا الغلا والوباء والذنوب والمعاصي، يا من أنت على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا وبارك فيكم.